ديس اوردر ان احنا ما نكتفيش ان نتاكد انه عنده الاوديومتري سليم وانه لو عملت له ليفوكد بوتنشال سليم، لا ده انا لازم اعمل له سنسوري بروسيسنج، لان لو العمليات الطبيه مع سليمه لكن البرسبشن ان ذا برين ارياز او ليجنز از افكتد، برضه النتيجه واحده انه مش هيقدر يعمل كومبريهنشن تو وات از هير وات هي از هيرينج اند اكوردنجلي هي وونت بي ايبل تو توك اور اكسبريس هيم سيلف ان لانجويج. شكرا جزيلا للدكتوره دين على هذه النقطه المضيئه يعني الحقيقه. شكرا يا فندم. العفو. دلوقتي يسعدني جدا اني اقدم الاستاذه الدكتوره عزه رئيس وحده اضطرابات التطور والسلوك في مستشفى الاطفال كليه الطب جامعه عين شمس. والحقيقه الدكتوره عزه دايما بتبص للمواضيع بتاعه التشايلد سايكاتري والديفلوبمنتال اند بيهيفيرال بيدياتريكس في نظره دائما اللي هي بتشوف الجديد فيهم، وبالتالي بتقدر تقدم الادفايس از ريسنت از بوسيبل للمرضى اللي بيحتاجوهم. النهارده هي هتكلمنا عن الابديتس اوف ذا تريتمنت اللي هي بتشغل اي حد شك او تشخص ابنه انه عنده حاله اوتيزم سبيكترم ديس اوردر، عشان دايما يشوف ان في هوب في نهايه التانل المظلم، وانه طالما في هلب وفي مساعده يبقى في امل يقدر يكمل طريقه. من فضلك يا دكتوره دينا ادي الشير بقى للدكتوره عزه. ونسمع دلوقتي دكتوره عزه عشان نستفيد من الابديتس ان ذا تريتمنت اوف اوتيزم سبيكترم ديس اوردر. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر دكتورة إيمان زكي على دعوتها ليا في الويبينار بمناسبة اليوم العالمي للأوتيزم سبيكترم ديس أوردر. أنا هتكلم على التريتمنت. واضح الشير؟ تمام. واضح؟ تمام، واضح واضح جدا. تمام. طبعا احنا اهم حاجه في الاوتيزم زي ما احنا شفنا في الويبينار النهارده، ان اهم حاجه البيرنتس بتوع الاوتيزم، اهالي الاطفال التوحد، دول يهموني جدا، لان هم دول اللي انا بقدر اعالج الطفل عن طريقهم. فلو انا ما عملت لهمش السبورت النفسي ان هم يحسوا ان احنا في ظهرهم وان احنا حاسين بيهم وان احنا بنوديهم المكان الصح وبنديهم العلاج الصح، مش هيحصل اللينك، والعيان هيبقى incompliant ومش هيجي لي تاني. فانا لازم احس واعمل سبورت، اهم حاجه للاوتيزم فاميلي as a whole، واحس بيهم واشوف هم حاسين بايه. هم حاسين ان هم isolated، السبورت بتاعهم من ناس معينه، ولازم يبقوا لينكد لينا احنا كاطباء دكاتره اطفال وكسب سبيشاليتي ان احنا ديفلوبمنتال بيدياتريشن، فلازم نشو هيم الكومباشن بتاعنا والاندرستاندينج لظروفهم، وازاي هنعلم الطفل عن طريقهم، وازاي نطول بال الام ونعرف بالكوميونيكيشن سكيلز ان احنا نرد عليها ونطمنها ونحسسها، لان هي عارفه من قبل ما تجيلي ان لسه ما فيش كيور للاوتيزم. فانا لازم احسسها ان في هوب، والهوب ان شاء الله قريب وفرج وقريب زي ما بنقول، وهقول لها كل الاوبشنز اللي عندي علشان تفضل هي حاسه ان انا معاها وحاسه بيها وواقفه معاها، وبرد عليها في اي وقت عشان تحس ان انا على طول لينكد ليها ومعاها. دي اهم حاجه. يليها طبعا الاوتيزم تريتمنت، زي ما الويبينار النهارده وضح ان الاوتيزم تريتمنت ده مالتي ديسيبلينري تيم هنشوفه دلوقتي، وبيعتمد 50% منه على الميديكيشن، مش كله ميديكيشن لان مفيش كيور بالميديكيشن، احنا بنعالج الموربيديتي اللي موجوده مع الاوتيزم بالميديكيشن. اهم حاجه تهمني الايديوكيشنال والبيهيفيرال تريتمنت، دي اهم حاجه البروجرامز اللي افيلبل عندي، ولازم افهم الام كده، ولازم اقول لها ان الموضوع هياخد وقت وانا معاكي وكل التيم اللي معايا معاكي، وببعتها طبعا للدايت تريتمنت وافهمها ان مش انا بس اللي بشتغل، احنا تيم سته بنشتغل مع بعض، بيدياتريشن وسايكايتريست او سايكولوجيست
واوديولوجيست وفوناتكس وكلينيكال نيوتريشنست. كل بروفيشنال، كل واحد بيشتغل في الجزء بتاعه. زي ما الدكتوره ايمان زكي كانت بتقول، انا لازم ابعت للايديولوجي عشان اشوف السنترال اوديتوري بروسيسنج بتاع الولد ده بيشتغل ازاي. هل هو بيسمع؟ هو بيسمع، هو بيسمع. هو انا لو عملت له اوديومتري بيسمع، بس هل هو سنترالي بيبروسس السمع مع الكلام مع الفهم؟ دي اللي تهمني. كذلك زي ما الدكتوره دينا الالفي قالت في السنسوري، كل الحاجات دي انا لازم اعملها واعملها كورك اب، لان كل اوتستيك تشايلد ديفرنت عن الاذر. انا لازم كل واحد اعمل له لوحده كلاسيفيكيشن واشوفه هو هيطلع في انهي زون علشان اعمل له تيلرنج، افصل له العلاج بتاعه. العلاج بتاعه لازم يبقى بروبرلي وايرلي في الدايجنوزس عشان على طول الحق اعمل فاميلي وبيرنت سبورت، لان هيحصل شوك ستيج، دينايل ستيج، وبعد كده جريف ستيج، حزن رهيب، وبعد كده هل انا هستحملها في الثلاثه ستيجز دول علشان اخدها في التريتمنت جيرني الطويله قوي، واخد الولد اكد لها ان هو عنده اوتيزم واعمل لها سايكومتريك ايفالويشن واطلع لها الديجري اوف اوتيزم في الولد ده، وبعد كده هعمل التريتمنت بلان اللي انا عايزاه. طبعا لازم اكون عملت السايكومتريك ايفالويشن نيرو ايمجينج، وفي لو في جيناتك حاسه في اي مشكله لازم اعملها. ولازم افهم البيرنتس ان البرايمري جول في التريتمنت اوف اوتيزم تو امبروف نوت كيور. لسه لحد الان، وده صعب علينا كبيدياتريشن ان احنا نقول لها كده، فانا بحاول اوصل لها الهوب الاول وافهمها ان انا هامبروف الاوفر اول ابيليتي ونحسن الاوتيستيك تشايلد تو فانكشن في الحياه. فطبعا يهمني خالص البيهافيرال انترفنشن، ده اهم حاجه، ده ماي توب. بعديه طبعا الدايتري كنترول زي ما الدكتوره ياسمين يعني قالتها باستفاضه. يليها ثالث اوبشن عندي الفارماكوثيرابي، ولو في كيليشن لو الطفل محتاج بعد 6 سنين. وطبعا لازم افهمها ان الميديكيشن مش هتعمل كيور، وافهمها بطريقه كوميونيكيشن سكيل زي ما انا قلت علشان ما اعملهاش ديبريشن، عشان ما اعملهاش تروما. هقول لها ان انا هتيلر البيهيفيرال بروبلمز اللي بالولد بشويه دراجز لو احتاج في ضمن الجورني بتاعت التريتمنت. وايه الحاجات اللي ممكن اشيلها؟ ممكن احسن له الهايبر اكتيفيتي، احسن له الاوبسيشن، احسن له الانكزايتي، احسن له التانتريم، احسن له الحاجات دي علشان يقدر يكوب ويقدر يتحسن. في ترايلز بعد ما هعمل كل ده للتريتمنت، في نيو ترايلز جديده وفي نيو هوبس ان شاء الله، وفي حاجات جديده موجوده لسه مستنيه الابروفل علشان تتحسن. في حاجات ابروفد خلاص اللي هي زي الهايبر باريك اوكسجين، كله هقوله في ديتيلز عليها كويتشن ماركس بعد ما بقت ابروفد. الريبيتيتف ترانسكرينيال ماجنتيك ستيميوليشن ثيرابي والتريتمنت اوف ستيم سيل، دي طبعا اللي احنا مستنيينها، ودي اللي احنا كنا في الاجتماع اللي قبل وقت الويبينار ده بنتكلم وحدة الستام سيل ترانسبلانتيشن اللي هتتعمل. حتى الدكتورة لرين تقول لنا كنا بنتكلم هتبقى شكلها عامل ازاي، لان دي من ضمن الهوب في علاج الاوتيزم. وطبعا في لسه اندر ترايل ولسه مش داخل فيز 3 اللي هو الاوكسيتوسين انترانازلي والفازوبريسن انتاجونست، كل ده هقوله بالتفصيل. اول حاجة هتهمني البيهيفيرال مانجمنت. الام رايحة جاية عايزه تعمل بيهيفيرال مانجمنت تكنيك او ابروتش صح. مين اللي بيحط الابروتش صح ده؟ بعد ما بعمل سايكومتريك ايفالويشن بنقعد از تيم وبنجهز الطفل ده هيعمل ايه. هيعمل سبيتش ثيرابي، هيعمل اوكيوبيشنال ثيرابي زي ما هنشوف، هيعمل انهي بروجرام. كل طفل ليه البروجرام بتاعه، ما ينفعش اخد كل الاطفال اعمل لهم بروجرام واحد، ما ينفعش. لازم كل واحد اشوف ايه السكيلز اللي موجودة عنده وإيه الموربيديتي اللي واقف هو عندها أعالجها، وإيه اللي هقدر أعالجه وأحسنه بـ
البروجرامز اللي عندي. اهم حاجه السوشيال سكيلز، انا لازم احسن السوشيال سكيلز بتاعت الولد عشان امبروف البيهيفير بتاعته مع الكوميونيكيشن. في كتير قوي من الابروتش اللي احنا بنوصل لها وبنعملها، منها الاي بي اي اللي هو من احسنهم، اللي هو الابلايد بيهيفيرال اناليسيس، وده بيحسن جدا، يخلي الطفل، انا عايز الطفل ده ما يبقاش ديبندنت، انا عايزاه يبقى اندبندنت في اسرع وقت، فانا بحاول اخليه يستقل، يعرف يتصرف، يعرف يكوب الحياه اللي حواليه، عشان الام تهدى عليه شويه، عشان الام تطمن شويه. في ابروتش بعديه اللي هو التيتش بروجرام، بنستخدمه لو في انتلكتوال ديسابيلتي موجوده في الطفل اللي عنده توحد، وده بيبان من السايكومتريك ايفالويشن، وطبعا زي ما دكتوره دينا الالفي قالت السنسوري انتجريشن والاوديتري انتجريشن بروجرام، الاثنين بيمشوا ان بارلل عندنا، وبنحدد مين اللي بيروح فيهم يتعمل له البروجرامز دي. طبعا زي ما احنا قلنا السبيتش ثيرابي دي اهمهم، يليها الفيزيكال ثيرابي لان بيبقى عندهم فاين موتور سكيلز ديفيسيت، بحاول احسن الفيزيكال بالفيزيوثيرابي، بحسن لهم الفاين موتور واحساسهم بالسنسوري انتجريشن، وحركه الفاين موتور بتاعت الهاند بتبقى ضعيفه عندهم، فعايز احسن الموتور سكيلز بتاعتهم. والاوكيوبيشنال ثيرابي دول طبعا بتوع الفيزيوثيرابيست، بيبقوا معانا هاند ان هاند، بيحاولوا يصلحوا الحاجات دي. وطبعا انا مش هتكلم عن نيوتريشن، دكتوره ياسمين استفادت فيها وكانت ابديتد جدا وقالت التشالنج اللي احنا بنشوفه، لان الاطفال دول معظمهم بيبقوا بيكي ايتر، 70% من الاوتستيك تشيلدرن بيكي ايتر، 70% الام مش بتتشالنج بيهيفير، لا ده بتتشالنج بيكي ايتنج كمان، وبتعاني من حاجات كتيره. انا لازم اعالج الفاميلي كونفليكت ده، يهمني جدا الفاميلي بتاعت الطفل اللي عنده اوتيزم، يهمني جدا، لان الفاميلي كونفليكت هتريستريكت الفاميلي اكتيفيتي، وهحول العيله دي من عيله طبيعيه لعيله عندها ستريس، عندها كونفليكت، مش ايزوليتد، قافله على نفسها، مش عارفه تخرج، مش عارفه تحل اي مشكله، مش عارفه تتعزم، مش عارفه تاكل مع حد، لان هي بقى عندها ميجر فاميلي كونفليكت، ميجر هيلث بروبلم. ولو حصل كده هيحصل بيرنت ستريس، وهفقد الام دي، ومش هتقدر تكوب انها تيجي الفيزيتس الكتيره بتاعه الانترفنشن. طبعا الحاجات دي خلاص دكتوره ياسمين استفادت بيها كلها التوب 10 ريكومنديشن، هي دي كلها بتاعت الاوتيزم قالتها الدكتوره ياسمين مشكوره. وطبعا احنا لازم عشان نعمل جايدنس، احنا عاملين بروتوكول بيننا وبين النيوتريشن كلينيك، الكلينيكال نيوتريشن مع دكتوره ياسمين في الفيدنج كلينيك في الاوضه اللي جنبنا، وبنعمل لهم فيدنج سيشنز علشان نحسن البيكي ايتنج اللي هم موجودين عندهم، ونديهم اوبشنز كتيره قوي علشان نفهم الام ازاي هتعمل مثلا ترايل زي ما دكتوره ياسمين قالت جلوتين فري دايت، ازاي ايه اللي اقدر اعمله، ايه اللي احنا بنقدر نساعدهم بالمستشفى، نديهم اكل جلوتين فري، الحاجات دي كلها موجوده. ولازم زي ما هدي العلاج لازم ادي الاوبشن والفاسيلتيز، لازم احسن جوده الخدمه علشان يقدروا اساعد الام دي انها تحسن البيكي ايتنج اللي موجود في الولد ده، لان لقوا ان الطفل اللي عنده اوتيزم عنده حاجه اسمها نيو فوبيا، فوبيا من الفود، نيو فوبيا يعني هو مش عايز يجرب اكل جديد، انكشس انف ان هو مش قادر يغير، هو عنده ستيريوتايبي، هو مش عايز يغير اي حاجه منها الفود، فانا لازم اديله، افهم الام السكوب بتاعنا احنا عايزين نزود ايه وننقص ايه ونمنع ايه، علشان هي تبقى فاهمه الولد ده هنقدر نمشيه على انهي ريجيمين اوف فيدنج في الهوم. نيجي للفارماكوثيرابي، وهي وضعها قليل قوي في علاج الاوتيزم، ولازم الام تبقى فاهمه كده، هي انا ما عندناش زراير ندوس عليها نحسن الكوجنيشن، ما عنديش زرار يحسن الهايبر اكتيفيتي، بالعكس احنا بنحاول نحسن السكيلز، البيهيفيرال سكيلز بتاعت الطفل. لكن الاف دي اي ابروفد ان الاتيبيكال انتي سايكوتيك اللي هي زي الراسبريدون والاريبيبرازول افكتيف ان هم يقللوا، ولازم افهم الام الاريتابيليتي، الاستيريوتايبي، الهايبر اكتيفيتي، الحاجات دي، بس provided ان انا
لازم اعمل جروس شارت علشان الميتابوليك سايد افكت للادويه بتاعت الانتي سايكوتيك، بتعمل ويت جين وبتحسن الابيتايت وبتدخلني في ميتابوليك سيندروم وديسليبيديميا، فلازم اخلي بالي جدا يبقى عندي جروس شارت لحالات الاوتيزم في العياده عندي وقت العلاج. وزي ما احنا قلنا ان هو اف دي ابروفد خلاص من 2016، ان احنا لازم نتوليريت كل طفل ونتايتريت الجرعه، مش كل طفل هيمشي على نفس الجرعه، انا اي هاف ابتدي باللوست دوز واعلي بالراحه واتايتريت البنفيت قصاد الريسك، يعني لازم ازود ده وانقص ده. لو عندي هايبر اكتيفيتي بدي ستيمولنت، انواع الستيمولنت بقت كتيره، في طبعا اللي هم الستيمولنت والنون ستيمولنت. الستيمولنت طبعا ليهم ادكتيف دوز وليهم تولرانس وليهم ويزدرول مانيفستيشن، فبنبعد عنهم شويه لانهم جدول، لكن النون ستيمولنت بتشتغل على الريسبتورز فهي خفيفه شويه، بتقلل الهايبر اكتيفيتي سيمتومز والان اتنتفنس اللي بتبقى موجوده في حالات الاوتيزم، وملهاش السايد افكت بتاعت الوزدرول مانيفستيشن بتاعت النيورو ستيمولنت. الاس اس ار اي لقوها مش افكتيف قوي في امبروفينج الريبيتيتيف بيهيفير، في بعض الاطفال بتحسن لكن احنا الصراحه مش بنستخدمهم قوي. وزي ما احنا بنقول ان لازم الديفلوبمنتال بيدياتريشن يوي الريسك والبنفيت بتاعت الادويه قبل ما ابتديها، وهبتدي بلوست دوز مونوثيرابي و اتايتريت واتولوريت وتالر العلاج على حسب السكيلز او حسب البيهيفير اللي مضايقني ومضايق الفاميلي عامل فاميلي كونفليكت في الولد ده. نيجي للنيو ترايلز والايرز الجديده بتاعت الهايبر باريك اوكسجين، ابتدى في سنه حوالي 2011 2012، ابتدينا احنا في 2013 عملنا استاذي مع استاذتنا الفاوندر بتاعت عيادتنا دكتوره فريده الباز ربنا يديها الصحه، عملت استاذي وخدنا عدد من الاطفال عملنا لهم سيشنز. ايه الهايبر باريك اوكسجين ده؟ ده عباره عن زي ما احنا هنشوف دلوقتي ان هو ده عبارة عن أكسجين in high pressure 1.5 to 3 times الاتموسفيريك أكسجين pressure، وبيتحط في sealed chambers وبياخدوا من 20 ل 40 session for من half an hour ل 1 hour. اوكي، فاحنا اخذنا الاطفال دي وعملنا لهم 20 session وعملنا لهم ام ار اي سبكت بيفور اند افتر، لقينا ان السريبرال بيرفيوجن بتاعهم بري اند بوست اتحسن. بس خلي بالنا بعد ما اتحسن حصل ريجريشن اول ما وقفنا الهايبر باريك اوكسجين، وابتدينا زي ما احنا شفنا بري وبوست بعد ما عملناهم الولد اتحسن. وقت السيشنز بعد ما حصل وقفنا السيشنز حصل ريجريشن لكل المايلستونز اللي اتحسنت والكوميونيكيشن سكيلز اللي الولد حصلت له والسوشيال انتر اكشن، وابتدى يبقى في كوهرين ستاديز وداتا بيز. قالت بقى في 2016 بعد ما الايرا دي ظهرت قالت ان نو امبروفمنت في السوشيال انتر اكشن والكوميونيكيشن سكيلز بعد توقيف الهايبر باريك اوكسجين. طب ايه الحل؟ قالوا ممكن ندي هايبر باريك اوكسجين 20 سيشن every من 6 months ل 1 year علشان نحسن سنه الكوميونيكيشن سكيلز ونقلل شويه البيهيفيرال بروبلمز. جه بعديها على طول في 2016 اللي هو الترانسكرينيال ماجنتيك ستيميوليشن ثيرابي في الاوتيزم، وكان سيف ويل توليريتد، هو بس ليه صوت زي الام ار اي، كلنا طبعا عارفين صوت الام ار اي نفس الصوت، ليه بروب بتتحط بنعمل الاول برين مابينج زي ما احنا شايفين، وهي دي البروب اللي بتتحط على المكان حسب البرين مابينج وحسب الكومبلين بتاع المادر. لو الولد عنده مشكله في الهايبر اكتيفيتي يبقى البرين مابينج هنطلع فين المكان بتاع الفرونتال موتور اريا عشان نعمل له سبريشن. لو المشكله في الكوجنيشن والاتنشن سبان بنمشي تمبرال لان الاوتيزم التمبرال سنترز فيه موجوده، فبنحط الفورك دي زي ما انتم شايفين هنا محطوطه علشان الهايبر اكتيفيتي، لكن لو اتحطت تمبرالي
حسب البرين مابينج بتاع كل طفل لوحده بنحطها علشان نحسن الاتنشن سبان. ولقوا ان الفريكونسي بتاع الار تي ام اس بيحسن بيعمل امبروفمنت للاتنشن، وبيخلي الانفورميشن بروسيسنج السبيتش بروسيسنج والكواليتي اوف سبيتش والاكسبرسيف سبيتش تحسن جدا بعد الاطفال اما خدوا السيشنز بتاعت الار تي ام اس، وهي برضك بتتاخد 5 مرات اسبوعيا، 5 ايام و2 دايز اوف. وفي اطفال بنحسن لها لو دخلنا على الموتور اريا بتحسن جدا الريبيتيتف بيهيفير والاريتابيلتي والهايبر اكتيفيتي. نقلب زي ما احنا قلنا للستام سيل ترانسبلانتيشن، الايرا اللي احنا مستنيينها، ودي الهوب اللي ممكن يحسن ويكوركت هيكوركت ويعمل كيور لمعظم الحالات. نتمنى من الله ان احنا هنعمل اللي هو هناخد ستام سيل من الفيتس وات ايفر، بقى هناخد ستام سيل اللي هي تكون نيورو اكتوديرم وهتبقى ليها نيورال بريكيرسرز، وهي هتتحول زي ما احنا نتمنى انها تتحول ل نيرف سيلز وتحسن جدا الحالات بتاعت الاوتيزم. بس لازم هي ليها نقطه ان انا ما ينفعش اديها او اعمل ستام سيل ترانسبلانتيشن في طفل كبير في السن، انا محتاجه ايرلي دايجنوزز وايرلي انترفنشن علشان ما يحصلش موربيديتي انا ما اقدرش اشيلها. فالستام سيل هتبقى بروميسنج جدا من اول سن سنه ونص لحد 3 سنين، اللي هي السن بتاع السكيلز والمايلستونز اللي انا محتاجاها عشان احسن جدا البيهيفيرال والسكيلز بتاعت الولد. وطبعا هم عملوها لحد الآن، هي اتعملت لسه ستيل في مرحلة الترايلز، ولقوا ان الريسبونس فيها اللي اتعمل للفولنتيرز اللي موجودة في فيز 2 لسه حصل امبروفمنت للبيهيفيرال في الأطفال اللي أقل من 3 سنين وامبروفمنت في الاتنشن سبان كمان. فطبعا ده ماجيك ماجيك يعني، ده حلم أتمنى من الله ان هو يتحقق، وإن شاء الله هتبقى موجودة في جامعة عين شمس في المستشفى إن شاء الله وحدة ستام سيل ترانسبلانتيشن بإذن الله. الدكتورة ياسمين بتسعى إنها تدخلها هي والأستاذة الدكتورة منال حمدي السيد. نيجي بقى للترايلز الجديدة البروميسينج برضك اللي بتحسن جدا، اللي هو الأوكسيتوسين فيرسس الدازموبراسين. الأوكسيتوسين والدازموبراسين، أوكسيتوسين ده الاثنين هرمونز، الاثنين موجودين عندنا في البريفرال سيركيليشن. لقوا ان هم بيحسنوا جدا السوشيال بيهيفير اللي موجوده في الاس دي، ايفن لو حد ده هو بقى للبري ادوليسنس اوتيزم والاولد اوتيزم، الاطفال اللي اكتر من 6 7 سنين هم بروميسنج جدا ان هم يريجريسنج البيهيفيرال ايزوليشن بتاعهم ويحسن جدا السوشيال كوميونيكيشن. لقوا ان الاوكسيتوسين عملوا منه خلاص وهو فيس 2 خلاص داخل في فيس 3، يعني خلاص مفروض فيري سون السنه دي او على نهايه السنه دي يبقى اف دي اي ابروفد اتمنى من الله لو هو فيه فايده، انه عملوا اوكسيتوسين انترانيزلي. وزي ما احنا شايفين ان الديسبيرسد اوكسيتوسين هتعدي زيها زي الناتشرال بروديوسد في نفس المناطق. لو احنا شفنا الناتشرال produced oxytocin هيبقى في نفس الأماكن علشان تحسن السوشيال انتراكشن اللي موجودة في الأطفال، هو act as neuropeptide وهي modulate السوشيال behavioral والcognition اللي هو أنا عندي دي معظم مشكلتي في الأوتيزم. نيجي للدازموبراسين، وده برضك waiting for ده خلاص، ده يعني خلاص هيبقى في الماركت خلاص، وابتدوا يعملوا اناونس لسعره وللتركيبات بتاعته انه خلاص داخل في ستيج خلاص ده فيس 3، ان هو وسموه كمان بالب فابتان اللي هو سيلكتيف سمول مولكيولز من الفازوبريسن اللي هو انتي دايريتك هرمون انتاجونست. لا ان هو بيتحسن، والكلام ده ابتدى من 2017 وابتدى يخش في فاز 3، وان هو لقوا ان الافيكاسي بتاعتها في السوشيال انتر اكشن
والكوجنيشن في اطفال الاوتيزم، واتمنى ان هو يبقى ابروفد FDA ابروفد ونلحق نستخدمه على نهايه 2022، وندي بروميس لكل الاهالي اللي قلقانين وحاسين ان مفيش كيور، ان ان شاء الله نتمنى ان ده يحسن جدا السوشيال انتر اكشن والكواليتي اوف سبيتش في الاطفال. اخر حاجه الباكس 101، الباكس 101 ده عباره عن انتي بيورينرجيك، حاجه بتشتغل على الميتوكوندريال ديسفانكشن اللي هي انكريمينيتد في الباثوجينيسيس اوف اوتيزم، فبيحسن جدا. وقالوا ان هو بس ده لسه بدري بقى، ان هو داخل ترايل ان هو هيحسن ال برضك السوشيال انتر اكشن ويقلل النيورو انفلاميشن اللي هي سببها ميتوكوندريال ديسفانكشن، وهيحسن جدا الاطفال اللي عندهم اوتيزم سبيكترم ديس اوردر. واخر حاجه بقول ان الاوتيزم ده ديفرنت ابيليتي، اتز نوت ديسابيليتي. لازم افهم الام كده ان الولد ده عنده تالنتد في حاجات كتيره قوي، وهو عنده مشكله في الكوميونيكيشن والسوشيابيليتي، لكن دي مش ديسابيليتي. احنا لازم ناخد الجزء الكويس ونحسنه ونحاول نقلل لها اللي هي حساه، ونفهمها ان هو اتز نوت ا ديسابيليتي. وطبعا دي ستيجماتايزد الاوتيزم في مصر، نحاول نبعد عن الاستيجماتايزيشن بتاعه الاوتيزم، ونحتوي الاهالي لو حتى لو بنشوفهم في اي ميتنج او اي حاجه ان ده طفل عادي، ونحاول نتعامل معاه ونديستيجماتايز. دي ماي مسج اخر سلايد، ان انا اقول ديستيجماتايز اوتيزم. ثانك يو. شكرا جزيلا دكتورة عزة على التوك الفيري كومبريهنسيف وابديتد، وبتخلي دايما بتقول يعني انه الميديسن عمره ما هيتوقف، وعمره ما هياخد حاجه فور جرانتد، وعمره ما هيقبل بان في حاجه مستحيله او ان مرض ملوش علاج. على قد ما السنين طالت من يوم ما اتوصف اول حاله كان فيها بعض اعراض من الاوتيزم سنه 1780 وحاجه، اللي هي كانت زي تارزن، وبعدين 1910 ابتدوا يتكلموا عليه، وبعدين الهيستوري اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده لحد ما بقى سبيسيفيك دايجنوزيس في الدي اس ام 5 كرايتيريا، وشالوا منه لينجويستيك ديس اوردر بقت اسوشيشن او سبيسيفاير. الطريق طويل لكنه دايما في امل الجديد في العلاج، بس نبقى اوبتيمستيك ونبقى متواضعين واحنا بنناقش الاوبشن دي مع الاهالي، عشان بس ما يصدموش، لان بعض الاحيان زي ما كان الهايبر بانيك كان ليه يعني سمعه فظيعه في الاول بتاع، لكن اكتشفوا ان هو اول ما بيتوقف الجلسات مش بس بيحصل ستيشنري كورس، لا ده بيحصل ريجريشن للحاجات اللي اتحسنت. فبس نبقى اوبتيمستيك جدا واحنا بنشرح كل الاوبشنز للاهالي، عشان ما ناخدهمش لسكه امل سريع او كبير، وبعدين بعد الجريت اكسبكتيشنز يجي لهم فرستريشنز. فدي بس اللي احنا نقدر نركز عليها، لكن دايما نقول لهم انه في امل، وانه المين كورنر ستون في الديلنج مع الاوتيستكس زي ما قالت الدكتوره عزه هو البيهيفير والاديوكيشن والسكيل اكوزيشن، ده الجولدن رول في الديلنج مع الاوتيستكس. وعزه من المدرسه اللي بتقول انه عليه ديفرنس، والدكتوره جيهان من المدرسه اللي بتقول عليه ديسابيلتي، زي ما شرحنا في الاول ان الاوتيستيك كوميونتي بينقسم الى ناس بتعضد ان هو ديفرنس، وان احنا ماست اكسبت اند اندرستاند ريسبكت اند هيلب اوتيستيك بوبوليشن تو ريتش ذير ماكسيمم بوتنشال، نوت تراينج تو تريت ذم تو بي جاست كابلز اوف ذا نيورو تيبيكالي ديفلوبينج كاونتر بيرز او كاونتر بارتس. توك مهمه جدا للدكتوره عزه، لانها بتفتح الايرا الجديده اللي احنا هنتكلم عليها، ولازم نقول ان الايرلي دايجنوزس والايرلي انترفنشن هم يعني حجر الاساس في الجيتنج ذا ات موست بنفيت اوف ذا ريهابيليتيشن بروجرامز اوف اوتستيك تشيلدرن. شكرا جزيلا دكتورة عزة على هذه التوك الكومبريهنسيف والممتازة في توضيح كل ما هو جديد عن الأوتيزم. شكرا لحضرتك، ميرسي دكتورة إيمان، ميرسي على الحضور، ميرسي لكل الحضور الحقيقة.